السيد إبراهيم الهواش لرئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء لموقع كنوز نت، اليوم وضعتم حجر الأساس لبناء بناية المجلس المحلي. نعم، اليوم يعني وبحمد الله تم يعني وضع حجر أساس لمجلس واحة الصحراء في قرية أبو تلول، وهذه بشرى وأمر هام لسكان مجلس واحة الصحراء وأيضا للقرى المجاورة. إن شاء الله سيكون يعني من هذا الموقع، وإن شاء الله بعد سنة وشهرين أو ثلاثة سيتم الانتهاء من بناية المجلس، وتكون إن شاء الله تقديم الخدمات من هذا الموقع والتسهيل، وأن يكون هناك أيضا انتماء للناس لمجلسهم، ويكون هناك إحساس وشعور بأن هناك تغيير حقيقي. إن شاء الله تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وهذا هي الغاية والهدف الأساسي إن شاء الله في إنشاء هذا المجلس. سيد إبراهيم اللواج، لرسالتك عبر موقع كنوز نت. يعني نرسل رسالة لجميع الأهل بداية على التكاتف والتعاون، وإن شاء الله وأن ننبذ العنف وأن ننبذ الأمور السلبية، وأن ننظر إلى قرانا ومصلحتنا وتعليم طلابنا على أساس معا وبهمة وبرؤية موحدة أن نبني قرانا. والرسالة الثانية إلى جميع المؤسسات، إن هناك يعني مواطنين يحق لهم العيش بكرامة في أراضيهم، وبالتأكيد يجب عليهم يعني السكن بحق وليس بمنة من أحد. فلذلك من هذا الموقع ومن هذا المكان نوجه هذه الرسائل، على أمل إن شاء الله أن تحقق جميع أمنيات وأهداف أهلنا في هذه البلد جميعا. باسم أسرة موقع كنوز نت، نتمنى لكم التوفيق دائما، وإن شاء الله سنكون معكم في بل لما ندخل المجلس والاعتراف يعني بالقرى إن شاء الله. إن شاء الله يعني بعد سنة وشهرين أو ثلاثة إن شاء الله سندعوكم أخ شاكر، وموقع كنوز الذي دائما يواكب ويراقب ويتابع أمور أهلنا في النقب. يعني هذه رسالتكم ونشكركم عليها، تقومون بعمل جبار وكل التقدير لكم.